السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج ترحيب، ونرحب أيضا بمستمعينا الكرام عبر تردد 97 في أم سعود. أمسي عليك بالخير. يا مرحبا يا أخوي علي، الله يمسيك بالنور، والله يمسيكم بالنور مشاهدينا الكرام، وحياكم الله في هذه الحلقة من برنامجكم ترحيب. إن شاء الله بنتابع معاكم ومع ضيوفنا مواضيع مهمة ومميزة إلى جانب مواكبة الأحداث والفعاليات التي تشهدها مختلف مناطق الدولة. ومن أبرز عناوين حلقة الليلة: الديوان الأميري يعلن عطلة عيد الأضحى المبارك للوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة. وننتقل إلى الموضوع الثاني، سعادة الدكتور محمد عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي يرعى حفل تخريج أكاديمية قطر للمال والأعمال. وإلى العنوان الأخير، اللجنة الشبابية بنادي الغرافة تختتم أنشطتها الصيفية للموسم الثقافي 2021 تحت شعار صيفنا متباعد. هذه كانت عناوين حلقة اليوم، وطبعا البداية وأول خبر عند أخوي علي. علي تفضل. دام فضلك يا سعود. وفي البداية دائما إلى فندق شيراتون، حيث قام سعادة الدكتور محمد عبد الواحد الحمادي وزير للتعليم والتعليم العالي برعاية حفل تخريج أكاديمية قطر للمال والأعمال. نتابع معكم. سعياً للارتقاء بقطاع الخدمات المالية في دولة قطر من خلال تعليم الطلاب أفضل الممارسات الدولية في المجال المالي ولمواكبة التغيير السريع الذي يشهده هذا القطاع، أقامت أكاديمية قطر للمال والأعمال حفلها السنوي لتخريج طلبتها من حملة البكالوريوس للعام 2021، وذلك برعاية سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي. احتفينا اليوم بتخريج دفعتين من دفعات البكالوريوس مع مرتبة الشرف في عدة تخصصات: تخصص الصيغة الدولية والتمويل، تخصص المالية والاستثمار، تخصص المحاسبة والمالية. دفعتين ضموا أكثر من 143 خريجا وخريجة متميزين في برامج ممنوحة من جامعة نورثمبريا البريطانية اللي يمتد عمرها لأكثر من 135 سنة. في البداية أبارك لجميع الخريجين، خريجي دفعة 2020 ودفعة 2021. طبعا كثير من خريجينا يعمل حاليا في الفتره الصباحيه ويدرس معنا في الفتره المسائيه، وهذا اللي يميز جامعه نورثمبريا، تقديم حصص دراسيه في الفتره المسائيه. فرص العمل كثيره لهم طبعا في القطاع المالي بشكل عام في قطر، وهو يعتبر من افضل القطاعات الماليه في المنطقه، وايضا في الشركات والمؤسسات جميعها. يعني جميع الشركات تحتاج قطاع او متخصصين في الماليه والمحاسبه، فخريجين اكاديميه قطر للمال والاعمال بالتعاون مع جامعه نورثمبريا بيكونون يعني خيار جيد لهذه الشركات. تعمل الأكاديمية على تطوير المواهب وتقديم البرامج المتخصصة في بناء القدرات من خلال البرامج والمناهج الجامعية المتطورة، وذلك بالشراكة مع المؤسسات التعليمية العالمية، مما يتيح للطلاب الحصول على تعليم عالي راقي والاستفادة من إرشادات وخبرات ألمع العقول في العديد من المجالات المالية، بالإضافة إلى الاطلاع على أحدث المعارف والأفكار، فضلاً عن نيل الشهادات والدرجات الأكاديمية المعتمدة لتمكن خريجيها من الحصول على تجربة تعليمية متكاملة والاستفادة من برنامج تنمية المعرفة والتطور الوظيفي في اختصاصات المالية وإدارة الاستثمار والإدارة المصرفية والمالية الدولية. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام بعد هذا التقرير، وننتقل إلى موضوع آخر، حيث تختتم اللجنة الشبابية بنادي الغرافة أنشطتها الصيفية للموسم الثقافي 2021 تحت شعار صيفنا متباعد للنسخة الثانية نهاية هذا الأسبوع الجاري، حيث قدمت اللجنة من خلالها العديد من الورش والفعاليات المختلفة لجميع منتسبيها. نعم يا سعود، الحديث أكثر عن أنشطة اللجنة يسعدنا نستضيف معنا السيد إبراهيم الحوصلي المشرف الإعلامي باللجنة الشبابية بنادي الغرافة. في البداية نرحب فيك على شاشة قناة الريان. حياك الله أخوي، وشكرا على الاستضافة. أخوي إبراهيم، لو تحدثنا في البداية عن اللجنة الشبابية بنادي الغرافة وما هو عملها وما هي إنجازاتها السابقة. في
في البداية أحب أشكركم على هذه الاستضافة. نادي الغرافة ولله الحمد من أبرز الأندية، ولجنة الشبابية نادي الغرافة من أبرز اللجان الشبابية في الأندية الرياضية، اللي تقدم من خلالها البرامج الثقافية، البرامج الاجتماعية، البرامج المتنوعة لجميع منتسبين النادي. جميل. خاصة نتكلم عن الفئات العمرية حتى نقدم لها الفعاليات، فئة مش محددة، هي فئة مفتوحة الحمد لله من الصغار لين الكبار. نعم. فالمجال مفتوح لجميع المشاركين والمنتسبين للنادي. نعم أبو عبد الكريم، هذا يخلينا أسألك ممكن عن هذه السنة، طبعا تحت شعار صيفنا متباعد، هذا بيخلينا أسأل عن الأنشطة والفعاليات اللي قدمها النادي أو اللي قدمتها اللجنة الشبابية لمنتسبيها. وش كانت الفعاليات أو الأنشطة طبعا في ظل الإجراءات الاحترازية اللي تفرضها الدولة؟ بالتأكيد. طبعا إذا تكلمنا عن هذا الموسم اللي هو موسم صيفنا متباعد النسخة الثانية، هو امتداد للنسخة السابقة للعام الماضي للموسم الثقافي 2020. البرامج برامج عديدة، احنا نمشي طبعا على نظام المشاريع او نظام. نعم. البرامج الكاملة، ما تكون فقط هي ورشة واحدة وينتهي العمل عندنا، لا، نحاول احنا نجذب المنتسبين بحيث ان يستمرون معنا لفترة طويلة، بحيث ان احنا نعطيهم باقة من الفعاليات، باقة من الانشطة، بحيث انهم يستفيدون على مدار السنة. نعم. الحمد لله عندنا الانشطة الثقافية، الحمد لله عندنا الانشطة الحركية، حتى لو كانت عن بعد، احنا دائما كنا نحب يعني نشجع ونحف المشاركين معنا حتى عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، أنا إن شاء الله التمارين الرياضية، وهذا الشيء إحنا تعودنا عليها من بداية جائحة كورونا. طبعاً إحنا نمشي في الأهداف هذه اللي هي حطتنا لها وزارة الثقافة والرياضة، وزارة الثقافة والرياضة، وإحنا نتكلم عن لجان الشباب. نعم. بالأندية، هي مش فقط الأندية الرياضية، مش فقط تهتم بالجانب الرياضي، إحنا نتكلم اليوم الوزارة وفرت في كل نادي أو في كل أو في جميع الأندية جهاز شبابي أو لجنة شبابية، بحيث انها هي اللي تحط الفعاليات المجتمعيه والاعمال الشبابيه للشباب الصغار حتى للكبار. ممتاز. جميل اخوي ابراهيم، يعني كنا نتكلم معاك شوي تحت الهواء، كنا نقول في ظل الجائحه شوي الامور توقفت عندنا في معظم البلدان وفي دولتنا الحبيبه قطر، لكن انتم شو يميزكم اليوم في اللجنه الشبابيه في نادي الغرافه في هذه السنه؟ وش هي الفئات العمريه اللي ركزتوا عليها في ورشاتكم وايضا فعالياتكم؟ طبعا احنا اليوم قبل ساعتين تقريبا من الحين ختمنا ولله الحمد هو برنامج التربيه القياديه، كان على مدار شهر كامل، كان بالفئه العمريه من 12 سنه الى 18 سنه. جميل. ركزنا على هذه الفئه بحيث ان احنا شلون نطلعهم مربين قائدين، ان شاء الله يطلعون بكره في المستقبل ناس جاهزين فيها في ميدان العمل، خلينا نقول، او في ميدان التربيه حتى. نعم. قاده بالضبط. ايضا احنا نتكلم اليوم الحمد لله، اللهم لك الحمد، اخر يومين اقمنا ورشتين حضوريا. اللي ان شاء الله الحمد لله خفت اجراءات شوي مثل ما تعرفين طبعا الامور كانت كلها عن بعد خلال الفتره السابقه، لكن الحمد لله بدينا في ورشتين، كانت فئه تعاون مع مركز امان للفئه العمريه مثلا خلينا نقول مربين كم من فوق ال 20 سنه، والحمد لله بالامس مع شرطه الاحداث المتعاون مع وزاره الداخليه سوينا ورشه للصغار من سن 7 سنين الى 16 سنه، نتكلم عن ايجابيات وسلبيات وسائل التواصل الاجتماعي، شلون يتعاملون معها. لا الحمد احنا ان شاء الله باذن الله هذه بدايه لما بعد، طبعا وفق الاجراءات الاحترازيه، خلينا ناكد على هالموضوع طبعا لجميع الانديه الرياضيه الاخرى، ان موضوع الاجراءات الاحترازيه اشياء مفروضه علينا، والسلامه مثل ما نقول دائما السلامه اول. السلام. صحيح. نعم هذا شيء جميل. طبعا ابو عبد الكريم نشوف يعني ممكن اللجنه الشبابيه بنادي الغرافه عندها هذا التعاون مع الهيئات والمؤسسات اللي موجوده في الدوله، وما تقتصر انشطتها وفعالياتها فقط في النادي. صحيح. ممكن هذا الشيء يكون يعني او يقضي على وقت فرق الشباب اللي موجودين بشيء يفيدهم، شيء مهم، وشيء ممكن يضيف لهم حتى في المستقبل. صحيح. ممكن مثل ما ذكرت مع امان، مع مركز امان ومع الاحداث، فهذه الاشياء ممكن حتى تفيدهم في المستقبل، وتفيدهم خاصه في استعمالهم شبكه الانترنت، خاصه ان الكل الحين يستعمل هذه الشبكه، شبكه الانترنت، وممكن عشان يعرف ايش يستخدم او حتى ايش اللي يخليه. يعني مثل اهميه هذه الانشطه او هذه الفعاليات بالشراكه طبعا مع الهيئات والمؤسسات اللي موجوده في الدوله، وخاصه انك تقضي على اوقات الفراغ باشياء يستفيدون منها. ممكن لو انك تكلمنا اكثر على هذا التعاون بينكم بين الهيئات. بالتاكيد. طبعا هي الشراكات ما وقفت على موضوع مثلا او مثلا جهتين اللي هي شرطه. نعم. الاحداث ومركز امان، القائمه تطول. الاداره العامه للمرور ايضا قدمت لنا ورشه عن حسن استعمال الطريق. عن خلينا نقول القوانين المروريه. عندك ايضا في تعاون بيننا وبين الانديه الرياضيه، الاجهزه. نعم. واللجان الشبابيه بنادي الخور، نادي الريان، في تفاعل كبير بيننا. ايضا سوينا نفس مثل ما تقول بطوله. اليوم نعرف الشباب احنا خلصوا دراسه، طبعا بعد نهايه العام الدراسي الحمد لله سوينا بطوله للبلاي ستيشن،
كانت عن بعد ايضا. فاحنا نشوف موضوع شلون احنا نستغل وقت الشاب اليوم. موضوع نتكلم اليوم في ظل جائحه كورونا والوقت الفارغ كثير صار اليوم، الواحد صار عنده وقت طويل من الفراغ، فاحنا نحاول شلون نستغل هالوقت هذه. يعني انا اقول لك، انا شخصيا انا واحد من ابناء لجنه شباب نادي الغرافه، انا طفولتي بدات في نادي الغرافه. نعم، ما شاء الله. الحمد لله ما وصلت اللي وصلت اليوم الا من خلال مشاركتي في الاعمال الشبابيه. يعني ممكن الحين نشوف الشباب بعدين عقب كم سنه موجودين، ممكن كيف واحد من عيال النادي بكره يكون قاعد مكاني في هالمكان. نعم. هذه البرامج الشبابيه هي تطور، هي تصقل المهارات، تطلع شخص هو قادر انه مثل ما تقول جاهز في ميدان العمل، هو يطلع وينجح ان شاء الله. هذا يخليني اسال ومقطع كلامك الا بالخير. ممكن ذكرت ان انت كنت احد ابناء النادي المشاركين في هذه الانشطه. صحيح. هل اللجنه نفسها تحط خطه للشباب اللي موجودين او لاخواننا الصغار اللي موجودين الان يمارسون هذه الفعاليات او مشتركين في اللجنه الشبابيه، توضع لهم خطه للمستقبل او حتى تسهل لهم امورهم وتخليهم جزء من الفريق نفسه؟ هو بصوره او باخرى احنا نتكلم اليوم الشاب او مثلا المشارك معانا ان احنا نجهزه انه يكون مثلا قائد في المجتمع. ممتاز. مثل ما ذكرنا. ممتاز. في ورشتكم مثلا بالتعاون مثلا من وزاره الثقافه والرياضه، اليوم احنا عندنا مثلا الشهاده اللي تطلع من وزاره الثقافه والرياضه ان الانسان جاهز للعمل في العمل الشبابي، بكره. نعم. يكون هو مثلا مشرف في معسكر. نعم. مشرف في احد الانديه، يكون هذا الشاب جاهز انه يقدم للمجتمع. مثل ما يقول سمو الامير الله يحفظه شنو قال، قطر تستحق الافضل من ابنائها. نعم. اليوم احنا نطور هالشباب هذيل بكره يكونوا هم قاده في المجتمع. صحيح اخوي ابراهيم، يعني ما شاء الله كلامك حلو وراقي، يعني وفي من اولياء الامور يشوفونا والشباب اللي يبون يشتركون معاكم ان كانوا من منتسبين نادي الغرافه او اللي حابين يشاركون معاكم ابنائهم. انت ذكرت يعني موضوع وايد مهم، انتم عندكم اكثر من مشروع تمشون على سلسله على استراتيجيه، وايضا في تواصل معاكم مع اولياء الامور او المنتسبين في موضوع الورش ايضا والاشياء الترفيهيه. هل مثلا السنه الماضيه تواصلتوا معاهم؟ كان في مثلا تلبيه طلبات لهم مثلا بطوله البلاي ستيشن تذكرت او بطوله؟ وهل يعني عندكم نقول انشطه خارج المركز، في رحلات خارجيه، في اشياء خارجيه؟ صحيح. طبعا موضوع الرحلات الخارجيه احنا للحين هي قيد التنفيذ ان شاء الله في المستقبل القريب. مثل ما تعرف كل ما تخف الاجراءات والقيود والقيود. نعم. اللي تضعها الدوله، احنا نحاول احنا شوي نكون مثل ما تقول مرنين مع هذه القيود. ايضا انا اتكلم عن النسخه الاولى من صيفنا المتباعد، لله الحمد يمكن اكثر من 700 مشارك معنا ما شاء الله طوال السنه. نتكلم عن موسم الثقافي كامل، اليوم احنا وصلنا لين شهر 7 بنهايه، خلينا نقول نص السنه الماضي، نص السنه الحالي. نعم. شاركوا معنا حول 450 مشترك ما شاء الله، فاحنا ان شاء الله نطمح ان العدد يزيد ويوصل اكثر من النسخه الاولى. هذا ان دل ان الناس حابين الفعاليات احنا نقدمها، ودائما احنا نقول الباب المشاركه مفتوح في وجه الجميع. تتواصلون معهم؟ نتواصل مع الجميع، حتى عندنا مثلا حتى لو جروبات واتساب مع اولياء الامور مع المشاركين نفسهم، بحيث احنا نحثهم ونخليهم انهم يشاركون معنا. والحمد لله تواجدنا ما يكون في برنامج واحد او في وسيله معينه، اليوم احنا نقدم ورش عن طريق مثلا برنامج زوم، اليوم حاليا في برامج تقدم عن طريق الانستغرام، فاحنا نحاول احنا شلون نكون نتشعب في هذه البرامج بحيث ان نوصل للمجتمع كامل. سهل عليهم. بالضبط. نعم، هذا شيء ممتاز طبعا اخوي ابراهيم ومشاهدينا الكرام. مثل ما كنا نشوف ممكن المراكز الشبابية اللي موجودة عندنا في دولة قطر، احنا ممكن على بالنا أن تكون أماكن بس الواحد أو الطالب نفسه يروح يقضي وقته ويطلع، سواء من فعاليات ولا حتى الألعاب اللي موجودة. اليوم لا، اليوم هناك فعاليات، هناك أنشطة، هناك ورش يتعلم منها الطالب ويطلع طبعا بخبرات، يطلع متطور. وعندنا ممكن أمثلة وايد وأبرزها إبراهيم طبعا أحد خريجين هذه المراكز، اليوم نشوفك معنا في الاستديو تتكلم عن الفعاليات، تتكلم عن الأنشطة وتروينا الأشياء الإيجابية اللي ممكن يطلع فيها الطالب في آخر خلينا نقول آخر فصل الصيف بعد ما تنتهون من هذه الفعاليات. فصراحة هذا شيء جميل، شيء تشكرون عليه، وهذه الخطة تشكرون عليها، وخاصة خلينا نقول التعاون بين الهيئات والمؤسسات اللي موجودة في الدولة، إن على أساس أن الطالب أو المشارك يستفيد أكثر وأكثر. ولكن هذا يخليني أسألك عن تفاعل الطلاب أو تفاعل المشاركين مع الورش اللي تقدمونها. صحيح، احنا دائما حتى نحفز الشباب اللي يشاركون معنا، اليوم أنتم مثلا شاركتوا معنا في هذه الورشة، المتميزين راح نكمل معهم حتى لو برنامج حضوري في برنامج التربيه القياديه، حتى خبرنا الشباب ان الشباب انتم شاركوا معنا تستفيدون معنا
والمتميزين بينكم باشراف المدرب اللي يعطيهم الورشه، ترى احنا بنجيبكم ان شاء الله عندنا في النادي ونعطيكم برنامج متكامل بحيث انه ما يكون ورشه واحده، احنا نتكلم عن برنامج كامل مثل ما ذكرت، وبرامجنا ما تتوقف على بس على الصيف، كان من بدايه السنه الى نهايه الموسم الثقافي الانشطه ولله الحمد شهريا في انشطه ما توقف الفعاليات الحمد لله. ممتاز. ابراهيم انا يعني كثير من اولياء الامور وانا واحد منهم يقول لك انا اخاف على ولدي عمره 7 سنوات عمره 9 سنوات اخاف على ولدي اروح اخليه يروح النادي بروحه ممكن يتعور ممكن ما يستمتع في المكان، ايش ممكن كثير من اولياء الامور يشوفونك اليوم ايش ممكن تنصحهم ايضا عيالنا اللي يشوفونك ايش ممكن تقول لهم؟ ممتاز. الانديه الشبابيه اللجان الشبابيه في الانديه الرياضيه او حتى في المراكز الشبابيه في كل مركز فيه مشرفين متواجدين. اليوم احنا اهم شيء عندنا مثل ما ذكرنا بدايه سلامه المشارك معنا سواء حتى من الاصابات من اي، احنا اهم شيء عندنا فائده المشارك. نعم. بحيث انه يستفيد معنا بحيث ان احنا نحافظ عليه، نقول حق الاهالي تطمنوا عيالكم عندنا. اقول لك اليوم انا كنت احد هالابناء وابوي الحمد لله شاف انه هاللجان في منها طلع. ليش سالتك هالسؤال ابراهيم؟ لان يعني نقعد نسالف مع اولياء الامور فيقول لك بعد بدات بعد فتره كورونا عيالنا تموا فتره طويله ايباد وبلاي ستيشن وزادت اوزانهم ايضا في البيت. صحيح. فتبي شوي يطلعون يحسون يعني بالمجتمع اللي معاهم عيال عمهم ربعهم في المدرسه، فتسال اولياء الامور يقول لك لا والله خايف اودي ولدي، والله انا خاف ولدي ما يعجب المكان كله هناك ورش ثقافيه وما في العاب ولدي يحب مش عارف ايش. لكن انت ما شاء الله من كلامك ان انتم عندكم استراتيجيه وعندكم ايضا مشاريع تمشون عليها لثقافه الابن والطفل وايضا للرفاهيه له. صحيح. ايضا اليوم مثلا حتى الصغار لما نشوفهم نقول حق الاباء عيالكم من وهم صغار انتم تشوفونهم انتم مربين تلاحظون عليهم شنو طبيعه تصرفاتهم في البيت. جميل. اليوم مثلا حتى في ورشه حضرناها قبل كم يوم وقمناها للمربين، ولدك من سن 3 سنين تلاحظ اذا هو قائد من وهو صغير من بدايته، فانت خلاص هالمراكز تسقل هالامور فيه سواء كان قائد في الناس اللي مثلا تشوفهم عندهم موهبه من وهم صغار تلاحظ فيهم حركيين، ودائما نقول اذا شفت ولدك هادي ترى هو في شيء في داخله لازم انت تطلعه، هالاماكن هذه تقدر تفجر فيها الطاقه هذه. جميل. ممتاز. الله يوفقكم ان شاء الله. ان شاء الله. ونقول ان شاء الله الله يتمم هذا البرنامج على خير. هو اللي هو اخر اسبوع هذا الاسبوع، احنا اليوم النشاط الصيفي اخر اسبوع لكن الانشطه المستمره للموسم كامل باذن الله. الله يوفقكم ان شاء الله. طبعا مشاهدينا الكرام كل الشكر للسيد ابراهيم الحوصلي المشرف الاعلامي باللجنه الشبابيه بنادي الغرافه. شكرا لك. شكرا على تواجدك، شرفنا ونورتنا. الله يسلمك. ما قصرت. يا مرحبا. الله يحييك. شكرا يا ابراهيم، ما قصرت. الله يحفظك. مشاهدينا الكرام مستمرين معاكم ومتواصلين معاكم في برنامج ترحيب ومع فقرات برنامج ترحيب، لكن نروح فاصل نرجع نواصل. مستمرين معاكم مشاهدينا الكرام والى فقره اخبارنا المحليه السريعه. وفي الخبر الاول، الديوان الاميري يعلن عطله عيد الاضحى المبارك للوزارات والاجهزه الحكوميه الاخرى والهيئات والمؤسسات العامه. تبدا العطله اعتبارا من يوم الاحد الموافق 18 يوليو 2021 وتنتهي يوم الاحد 25 يوليو 2021. على أن يباشر الموظفون أعمالهم يوم الاثنين 26 يوليو 2021. وفي خبرنا الثاني، حصل مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي أمان، أحد المراكز المنضوية تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، على شهادة نظام إدارة الجودة بموجب معايير المواصفات القياسية الدولية، وذلك بعد تقييم الإجراءات الإدارية والتنفيذية المتبعة في المركز والخدمات التي يقدمها. وفي الخبر الثالث، الهلال الأحمر القطري يوقع اتفاقية تعاون مع مؤسسة طموح للتنمية المجتمعية كراع مجتمعي داعم لحماية لحملة أنا تطعمت أنا تبرعت التي ينفذها بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وذلك من خلال الترويج لها عبر المنصات الرقمية.
وفي خبرنا الرابع والأخير، أعلنت مؤسسة حمل الطبية عن استئناف تقديم خدمات العيادات الخارجية الاعتيادية في مستشفى أم سعيد بعد خروج آخر دفعة من مرضى فيروس كورونا، حيث قدم المستشفى خدمات رعاية طبية عالية الجودة للعديد من المرضى المصابين بالفيروس خلال الموجة الثانية من الجائحة في الدولة. مشاهدينا الكرام، نرجع لزميلي سعود، كانت هذه أبرز عناوين المحلية السريعة. يا سعود شكرا يا أخوي علي على هذه الأخبار المحلية السريعة، وننتقل الآن معكم مشاهدينا الكرام إلى موضوع آخر، ولطالما التزم مطار حمد الدولي بتعزيز رفاهية المسافرين كونهم في صميم استراتيجيته الخاصة بتطوير تجربة التنقل كمركز عالمي للسفر. في هذا التقرير بنتابع معاكم وبنتعرف على مشروع التوسعة الجديد بمطار حمد الدولي. لا يتوانى مطار حمد الدولي في تحقيق خطط طموحة ومسيرة مميزة حتى استطاع أن يتبوأ الصدارة من بين مطارات العالم. ومن المتوقع أن تفوق قدرة المطار الاستيعابية 60 مليون مسافر سنوياً وما يصل إلى 5 ملايين طن سنوياً لمحطة الشحن. يأتي هذا وفق خطة التوسعة التي ستسلم المرحلة ألف من مشروعها قبل انطلاق كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 التي تشمل توسعة مبنى المسافرين ليتمكنوا من الانتقال بسلاسة من منطقة إلى أخرى في وقت أقل. كما تشمل أعمال التوسعة حديقة استوائية داخلية تبلغ مساحتها 700 متر مربع ومسطحا مائيا بمساحة 268 مترا مربعا. ويعمل المشروع أيضا على توفير متاجر للتجزئة ومنافذ لتناول الطعام، وذلك على مساحة قدرها 11720 مترا مربعا، وإنشاء صالة المرجان العالمية على مساحة 9000 متر مربع. وستضم الصالة نوادي صحية إضافية وصالة تمارين رياضية ومطاعم ومراكز أعمال. أعلنت وزارة التعليم والتعليم العالي عن انطلاق منصة جديدة للتعليم الإلكتروني، وهو نظام مستحدث سيتم تطبيقه خلال العام الدراسي 2021-2022. يا سعود. نعم يا أخوي علي، ومشاهدينا الكرام، للمزيد عن هذه المنصة يسعدنا أن يكون معنا في الاستوديو السيد طارق العمادي مدير إدارة نظم المعلومات بوزارة التعليم والتعليم العالي. حياك الله سيد طارق، شرفتنا ونورتنا، الله يسلمك. يا اهلا ومرحبا. في البدايه حبيت اشكر قناه الريان على الاستضافه واتاحت الفرصه لالقاء الضوء على التحول الرقمي في وزاره التعليم والتعليم العالي. لا شكر على واجب، طبعا هذا واجبنا. وفي البدايه ودنا نعرف المشاهدين اكثر عن هذه المنصه، مميزات هذه المنصه، ومتى سيتم اطلاقها واعتمادها والاعتماد عليها ان شاء الله. طبعا منصه التعلم الالكتروني او اللي معروف فيها LMS منصه، مش منصه جديده على الوزاره. نعم. المنصه موجوده صار لها قرابه 10 سنوات، ولكن كانت تستخدم من المدرسين فقط. مع الجائحه اللعبه تغيرت، حتى التكنولوجيا تغيرت، طريقه التحول الرقمي عندنا تغير بالكامل، فاضطرينا نحتاج الى منصه للمعلم وللامر وللطالب. فتم طرح مناقصه المشروع المصدر التعلم الإلكتروني، فيه مميزات كثيرة مختلفة جدا، وتم تقسيم المشروع إلى 3 مراحل بسبب حجم المشروع الأول وأهميته. نعم. المرحلة الأولى راح تكون فيها موجودة عندنا جميع الاختبارات والمسائل أو الواجبات اليومية راح تكون إلكترونية متاحة إلكترونية. نعم. إذا حب المدرس إنه يكون إلكتروني. كذلك في عندنا اللي هو ملف الطالب الكامل، هذا راح يساعد ولي الامر كثير جدا انه يراقب التعليم ابنه خطوه خطوه، بمعنى راح يكون عنده الحضور والانصراف لابنه. ممتاز. اي تاخير لابنه راح يجي له تنبيه.
جميل. جميع درجات إبلة الواجبات اليومية راح يكون موجود في المنصة، تكون موجود في المنصة. كذلك إذا إبلة تأخر في حل الواجب أو محل الواجب راح يجي له تنبيه لإبلة محل الواجب. جميل. والمنصة المهمة جدا إنه راح يكون حلقة وصل ما بين المعلم الطالب ولي الأمر، بمعنى الولي الأمر ممكن يتواصل مع المدرس في أي لحظة يسأل عن ابنه، أو الولي الأمر عنده مشكلة مع الطفل يقدر يتواصل مع ولي الأمر عن طريق البريد الإلكتروني. نعم. حاليا ففي حلقة وصل كبيرة ما بين الثلاثة حتى الولي الأمر يكون يرتاح ويقدر يتابع ابنه خطوة خطوة. تحديث يومي بيكون عبر هذه المنصة؟ طبعا تحديث يومي بيكون، يومي بيكون تحديث يومي من ممكن يكون من الطلبة على أساس الواجبات. نعم. والأمور هذه يكون من المدرسين أيضا تحديث يومي عليها في الموضوع. طارق للأمانة يعني أنتم تشكرون، يعني نشوف تأثيركم في المجتمع، وأيضا يعني إحنا مثل ما قلت أنت بعد ظهور أزمة أو جائحة كورونا ردت التعليم عن بعد أو التعليم الإلكتروني أو منصات الإلكترونية، للأمانة العالم كله تغير يعني حتى في الشغل الناس قامت تجتمع الحين عن طريق عن بعد، لكن ولله الحمد أنتم كيف راح تهيئون طلابنا وأولياء الأمور، لأن أولياء الأمور راح يتعلموا شلون أيضا يتواصلون مع المدارس، يتواصلون مع أولياء الأمور المدرسين في المدرسة، وأيضا مثل ما ذكرت الحين كيف راح تهيئ لولي الأمر أنه ممكن يتابع ابنه أول بأول، والهدف من ذلك هو أيضا رفع مستوى التعليم للطفل. شوف إحنا مع الجاحس هذه إشكالية اللي قال لك والله الدوام نصف البيت. نعم. نصف المدرسة، يوم ثاني قال لك 30% 70%، يوم ثالث قال لك إغلاق بالكامل مثل كأس العرب راح يتم إغلاق جميع المدارس. فسألتك كيف الطفل يتواب مع الموضوع هذا وكيف الطفل يأخذ التعليم من غير ما يتأثر، فطلع عندنا إحنا نسميه التعليم المدمج. الطالب الموجود في البيت يكون يأخذ الحصة كأنه موجود في الصف بالضبط. جميل. استخدمنا التكنولوجيا، استخدمنا البرامج المناسبة، وتم تعليم جميع المدرسين عليها، بمعنى في جميع الصفوف ركبنا في سماعات، ميكروفونات، كمبيوترات حديثة، وكل مدرس عنده. نعم. يكون متفاعل مع المدرس. متفاعل، وكله في ألواح ذكية، اللوح كله في الصف لوح ذكي، بأن الطالب اللي في البيت راح يشوف بالضبط شنو المدرس يكتب. جميل. وممكن يرفع إيده ويتفاعل مع المدرس ويسمع الطلبة ويتفاعل مع الطلبة. نعم. كأنه موجود في في الصف بالضبط، ممكن يكون الأمر موجود معاه يساعده في الموضوع هذا أيضا. نعم ممتاز سيد طارق. ممكن هذا بالنسبة حق الحصص الدراسية أو حتى خلينا نقول بعض الفعاليات التعليمية الموجهة للطالب من قبل المعلمين، ولكن هذا يخلينا أسألك أو تعرفنا أكثر عن طريقة الاختبارات. هل هذه المنصة بتستقبل اختبارات الطلاب، أو ممكن الطلاب نفسهم يختبرون من خلال هذه المنصة بشكل مباشر مع وجود الطالب، أو أقصد مع وجود المعلم والأمر بعد ممكن أنه يكون متابع بعد معهم؟ نعم، بالنسبة للاختبارات طبعا أنا نسميها في التفاعل ما بين المناهج والطفل. نعم. في اختبارات الفصل الأول والفصل الثاني النهائي طبعا. هذا إذا الوزارة شافت أن لازم تقدم الأونلاين، المنصة متاحة جدا 100% جاهزة. نعم. للاختبارات الأونلاين، والتصليح يكون إلكتروني أيضا. جميل. ما عدا الإنشاء، لأن لازم المدرس يقرأ الإنشاء المكتوب وهو يصلح عليها، لكن معظم الأشياء راح تكون تصليح إلكتروني. عندك الواجبات المنزلية، المدرس هو اللي راح ينشأ الواجب المنزلي ويعطيه للطلبة أن يحلونها، ولي أمر في البيت يساعد مع ابنه، يساعد ابنه في حل المسائل. كذلك عندنا اللي يسمونه الواجبات أو المسائل عن طريق اللعب، إنه يحل المسألة عن طريق اللعب، مثلا تعطيه أنت صور يركبها مع بعض. جميل. تعطيه توصيل كلمات، كلمات. نعم. المتقاطعة، هذا أسميها أن الطفل عشان ما يكون المسائل مملة يتملل، يبدأ عن طريق اللعب يحل كل هالمسائل هذه. طبعا كيف نستفيد المنصة؟ إحنا عندنا نحاول نستخدم إمكانية استخدام الذكاء الصناعي. ممتاز. كل ما تسمعونه كثير اليوم تطلع إلى الترند حاليا، بدأت يعني تكثر وايد في الصحف ونكتون. نعم. تسمعها أيضا، وحتى تم تكوين لجنة الذكاء الاصطناعي في وزارة المواصلات من معالي الذكاء الاصطناعي. هذا احنا راح نحاول في 2023 بنبدأ نركبه على المنصة. ايش اللي بيفيدني هنا؟ السيستم اوتوماتيكيا
راح يجيب لي نقاط الضعف الطالب ونقاط قوة الطالب. جميل. مثلا يقول لي الطالب هذا ضعيف في الرياضيات، كلها تمشي على خوارزميات. خوارزميات اوتوماتيك، وكل ما الطالب والمدرسين يستخدموا النظام كل ما النظام يعلم نفسه ويعطيك خبرة اكثر. ممتاز. بمعنى يقول لي الطالب ضعيف في الرياضيات، هذا ما تكفيني انا، يقول لي في اي نقطة ضعيف، مثلا ضعيف في الرياضيات في جدول الضرب. نعم. هنا اوتوماتيك النظام راح يعطيه دروس تقوية على يوتيوب، يعطيه مسائل عشان يقوي الطالب. نفس العملية أنا بعرف القوة عند الطالب، طالب قوي جدا مثلا في القراءة، ليش ما نميه؟ يبدأ النظام اوتوماتيكيا يعطيه القوة، ونفس الشيء للمدرسين، القوة والضعف عند المدرسين بطريقة هذه. فالنظام إن شاء الله مستقبلا على نهاية 2023 حطي الخطة أنه يكون نظام ذكي جدا ومتفاعل. إحنا ما نبي دائما الشخص هو اللي يدخل البيانات، لأن أخطاء الأشخاص كثيرة ممكن تكون. فنبي النظام يكون ذكي جدا بنفسه، يقرأ البيانات هذه ويحلل المشكلة قبل وقوعها. طارق الأمانة يعني مشروع جدا، يعني أنت حين شرحت لنا نقاط بسيطة عن المشروع، ومشروع جدا فعال، وللأمانة راح يعني يقوي الطالب ويعرف نقاط ضعفه. ودي الأمر يعني تدري احنا اولياء الامور اكثريتهم منشغلين، مثلا يداوم الصباح ممكن يداوم في الليل، الام ممكن تداوم في الليل او تداوم الصباح على حسب التزامها في شغلها. الذكاء الاصطناعي اللي تكلمت عنه هذا راح يعني يكون معنا اول باول، وعلمنا نقاط الضعف عن ابنائنا، فهو مشروع جدا جميل للامانه وتشكرون عليه. لكن يعني طبعا كلنا امل ان الجائحه تخلص ونرجع لحياتنا اليوميه وعوده ابنائنا للمدارس. في حال رجوع أبنائنا والطلاب للمدارس بشكل كامل، كيف ممكن نستفاد من هذه التجربة أو منصة التعليم الإلكتروني حينها؟ مثل ما قلنا راح نستفيد منها كثير. أولا حلقة التواصل ما بين الأب والابن والمدرسين، على أساس الولي الأمر يقدر يشوف خطوات ابنه في التعليم خطوة خطوة. هذه واحد. اثنين، كثير من الاختبارات ممكن تكون في البيت بدل ما تكون في الصفوف، على أساس الطفل في وقت فراغه ممكن يحل المسائل ويتعلم منها، فهذه ممكن تعلم منها في المسائل هذه. ممتاز. اخوي طارق راح اكيد مستمرين معاك من بعض الاسئله اللي يعني اولياء الامور او احنا او حتى طلابنا اللي يبون يتواصلون معاكم فيها، وايضا يستفسرون منكم بالذات في المشروع الذكاء الاصطناعي. صراحه انا مشروع جدا ناجح، لكن ابقى معنا مشاهدي الكرام، راح نروح فاصل قصير نرجع لمتابعه حلقتنا من ترحيب. حياكم الله من جديد مشاهدينا ومستمعينا الكرام، نرحب بكم ومستمرين طبعا مع حوارنا مع السيد طارق العمادي مدير إدارة نظم المعلومات بوزارة التعليم والتعليم العالي، الحديث عن المنصة الجديدة التعليمية الإلكترونية. طبعا سيد طارق، ممكن تكلمنا احنا قبل الفاصل عن هذه المنصة وأبرز الأشياء اللي موجودة في هذه المنصة. الآن ودي أسألك عن قبل تسليم المعلمين للمنصة، هل هناك دورات لازم يأخذونها؟ هل هناك أمور لابد أنها يخلصون منها يتعلمونها وبعدين ممكن أنهم يستعملون هذه المنصة على أساس أنهم حتى يتواصلون مع أولياء الأمور والطلاب؟ طبعا إحنا كل سنة عندنا مدرسين مدرسات جدد انضمون إلى الوزارة. نعم. قبل الدراسة يتم تسليمهم لابتوب أو كمبيوتر حديث. واحد. اثنين، يتم تعليمهم على المنصة وعلى مايكروسوفت تيمز اللي هو البث المباشر. نعم. وعلى جميع البرامج اللي هو يحتاجها أو المنصات اللي يحتاجها في العملية الدراسية، حتى البرامج مثل شؤون الموظفين والأمور هذه احنا نعطي دورة فيها كاملة، فياخذ دورة كاملة بالاستخدام كلها. وكذلك هو عنده رقم خاص للسبورت او المساعده، عند اي اشكاليه عند اي مساعد يحتاج بس يتصل على الرقم ويتم مساعدته. وايضا احنا في كل مدرسه في نظم في فني نظم معلومات موجود. نعم. شخص او شخصين على حسب حجم المدرسه لمساعده جميع المدرسين في موضوع المساعده، سواء في شخص تقني برامج. نعم. شخص تقني موجود هناك لمساعده المدرسين
في اي مشكله تقنيه او اي مشكله يحب يتعلم استخدام البرامج هذه. ممتاز. جميل. هذه موجوده. اخوي طارق يعني وبرجع انا اعيد على موضوع الذكاء الاصطناعي يعني والفكره. حبيت الموضوع. لا جدا يعني الموضوع مهم لنا كاولياء نعم. امور. نعم. لكن انا بسالك سؤال ابرز المشاريع الحاليه والمستقبليه اللي ممكن نستفيد منها ولي الامر وابنائنا في مسيره التعليم. احنا المشاريع حطينا خطه واضحه جدا للسنوات الثلاث القادمه سنه 2021 22 23. مثال في 2021 احنا عندنا ثلاث مشاريع مهمه جدا، واحده متكلمنا عنها اللي هي ال ام اس او التعلم الالكتروني. نعم. المشروع الثاني هو تطبيق الجوال، جميع المميزات اللي سمعنا تكلمنا عنها في التعليم الالكتروني راح يكون موجود في الجوال، تطبيق الجوال، وبالاضافه الى 20 خدمه الكترونيه للجمهور. لو نشرح شوي مش موضوع تطبيق الجوال، ايش ممكن يستفيد فيه منه ولي الامر او الطالب مثلا؟ ايه ولي الامر مثلا مثل ما قلنا يتابع الابن مثل درجاته، حضور، انصراف، تنبيهات، يجي تنبيه والله ولدك متاخر في الحضور المدرسة. اليوم ما حضر المدرسه، يجي له تنبيه ولدك ما حل الواجب، هاي كلها تجي تنبيهات عن طريق الجوال. بالاضافه الى احنا عندنا في الوزاره تقريبا 80 خدمه الكترونيه للجمهور، 90% منها الحمد لله الكترونيه، باقي 10% الخدمات المستثمرين على السنه القادمه ان شاء الله حتكون 100% ان شاء الله الكترونيه، وهذه 80 خدمه ان شاء الله راح نضيفها على الجوال. والخدمه الثانيه المهمه جدا انا قبل ما ابدا فيها اشكر شركه مواصلات على مساعدتهم لنا في الموضوع هذا اللي هو تتبع الباصات او الحافلات. الان على تطبيق الجوال ان شاء الله وراح يتم اطلاقه على نهايه السنه، ممكن نعم. ولي الامر يتبع ابنه من والى. جميل. ويجي له تنبيه ايضا متى ما وصل المدرسه، ويجي له تنبيه متى ما وصل البيت، على اساس انه وحتى اذا ابنه تاخر يقدر يدخل على التطبيق ويشوف الباص وين واصل حتى الان. يتابع اول باول. نعم. اول باول على اساس انه يطمئن. يطمئن لسلامتهم يعني. نعم، وشيء ثاني انا قبل يومين كنا في زياره لشركه المواصلات على اساس انه نقف على المشروع تشوفون وصل المشروع هاي، وشفنا الباصات الجديده اللي راح يسمونها المدارس والاهتمام في الامن وسلامه ابنائنا، مثال وجود حساسات على جميع جهات الباص على اساس ان اي طالب قريب الباص يعطيه تنبيه، تركيب كاميرات عليها يعطيهم العافيه، حتى اذا الطفل تم نسيان في الباص على طول يعطي تنبيه لساقنا في طفل موجود. هذه كلها راح تطبق ان شاء الله على السنه السنه الجديده هذه ان شاء الله. هذه طبعا هذه الجهود واضحه ممكن جالسين نشوفها الان على ارض الواقع، خاصه في ظل الظروف اللي نمر فيها، والله يبعد عنا الوباء والبلاء ان شاء الله. سيد طارق هذا يخليني اسالك، يعني اليوم نشوف التكنولوجيا كل يوم تتطور، او خلنا اقول لك كل 6 ساعات ترى قاعده تتطور، فهذا يخليكم خلينا نقول تحت الضغط، لابد انكم تتطورون مع تطور التكنولوجيا، وهذا الشيء ممكن الان نشوفه واضح سواء من منصه او حتى من خلال بدايتكم في مايكروسوفت تيم او غيره، الى وصلتوا الى تطبيق الجوال الى التتبع، ولضمان طبعا نجاح الطلاب في امتحاناتهم ولضمان تفوق الطلاب والاكيد لضمان سلامتهم، خاصه مع نظام التتبع لاولياء الامور. التكنولوجيا جالسه تتطور، انتم كفريق نظم معلومات في وزاره التعليم والتعليم العالي، وكونك انت مدير اداره نظم معلومات متابعين الاخبار، متابعين التكنولوجيا اول باول، هل هناك خلينا نقول تجارب بديتوا تسوونها او شفتوا تجارب موجوده على مستوى العالم حاولتوا تطبقونها الان في وزاره التعليم او حتى في الامور الخاصه بالطلاب؟ نعم، احنا دائما نتابع الدول العالمية اللي هي الأولى العشر الأولى الأوائل اللي في التعليم مثلا. نعم. نشوف التجارب اللي عندهم خاصة في التعليم الإلكتروني مثلا، احنا شفنا فوق 20-25 دولة كيف هم طبقوا النظام هذا، نستفيد منه وما ناخذ اللي هم سووا بس، ناخذ اللي هم سووا ونطوره ونحسن عليه على حسب احتياجاتنا. ممتاز. مش بس أخذه وحطه مثل ما هو، لا، نطور على حسب احتياجاتهم. اثنين، احنا بدينا الآن نتحدث مع الدول العالميه مثل مايكروسوفت، هواوي. جميل. سيسكو، وعندنا مثلا مايكروسوفت عندنا اجتماعات دوريه واجتماعات شهريه معاهم لتطوير التعليم والتكنولوجيا والبنيه التحتيه في الوزاره،
وقريبا ان شاء الله راح نوقع اتفاقيات استراتيجيه في تحت دراسه مع مايكروسوفت ومع هواوي واحتمال ايضا مع اسس مع اوراكل. هذه الاستراتيجيات تساعدنا لتطوير التكنولوجيا ونستفيد من خبراتهم العالميه ودائما يعطونا شنو الجديد الموجود في الماركت، فهذا راح يساعدنا كثير ان شاء الله في تطوير التعليم فيها. الله يوفقكم ان شاء الله ويكتب اجركم على كل الجهود اللي تقومون فيها. طبعا مشاهدينا الكرام، كل الشكر للسيد طارق العمادي مدير إدارة نظم المعلومات بوزارة التعليم والتعليم العالي، شكرا على تواجدك وشكرا إلى كل المعلومات اللي أعطيتنا إياها، والله يوفقكم إن شاء الله. شكرا لكم على الاستضافة. شكرا على واجب. مستمرين معاكم مشاهدينا الكرام إلى أخبارنا العالمية. من اليابان، عملاق يرحب بالمتسوقين في أحد أشهر الشوارع التجارية في العاصمة طوكيو، نتابع في هذا التقرير. ليس هرا حقيقيا، ومع ذلك أصبح نجما يجتذب الزوار في حي شينجوكو، أحد أحياء التسوق والعبور الأكثر حركية في العاصمة اليابانية طوكيو. القط يطل بين الإعلان والآخر على لوحة إعلانية رقمية هي عبارة عن شاشة LED 4K مقوسة تمتد على 155 مترا مربعا. بعض الفضوليين يتفاعلون مع حركات هذا الهر العملاق، فيما يحرص آخرون على التقاط صور وفيديوهات من قط الشاشة الشهير. ويأتي إطلاق هذا العرض قبل أيام من انطلاق الألعاب الأولمبية التي ستستضيفها طوكيو على مدى أزيد من أسبوعين. العالم يتطور والتكنولوجيا تتطور، ومثل ما شفنا هذا الهر أو بلهجتنا القطو في نص البناية هو يطلع على العالم يا علي ويسلم عليهم. هذا الجيل الجديد الحين. نعم، هذا الثريدي تقنية الثريدي. نعم الله، صراحة في اليابان كل شيء متطور يعني. إن شاء الله كل شيء متطور، وإن شاء الله يعني نستغل هذا التطور في أشياء تفيدنا وتفيد بلادنا. مشاهدينا الكرام، وبذلك نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج ترحيب. لأي اقتراحات أو استفسارات وللتواصل مع فريق ترحيب يمكنكم التواصل عبر بريد برنامج ترحيب الإلكتروني سعود. نعم، أو متابعتنا والمشاركة عن طريق حساباتنا على الفيسبوك والتويتر والإنستغرام والسناب شات. نرحب باقتراحاتكم واستفساراتكم. في أمان الله. في أمان الكريم.